ما اسمعتك بس ايش تعرف؟ لا ايش ما اعرف. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل ما تعرف كابتن ايمن مباراة مهمة بالنسبة لنا، مباراة غد مع المنتخب القطري، المنتخب على مستوى عالي. ان شاء الله احنا جاهزين نحقق فتشير تطلعاتنا وتطلعات الجماهير، ان شاء الله نظهر بصورة جيدة في المباراة ان شاء الله. شكرا لك كابتن انجل. شكرا حبيبي، تحياتي لك. تحياتي. ما تعرف اليوم الوحدة الأخيرة قبل دخول لمباراة منتخب قطر، أكيد مباراة مهمة قبل الدخول في تصفيات كأس العالم، مباراة ضد منتخب قطر، وضد إن شاء الله نكون قد هذه المسؤولية ونفوز إن شاء الله ونلعب إن شاء الله النهائي، إن شاء الله ناخذ البطولة قبل التوجه إن شاء الله إلى تصفيات كأس العالم. يلا ان شاء الله. يلا على وبس ان شاء الله. ان شاء الله. شو اقول؟ ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي تعلق ان شاء الله بهذه المباراه، واكيد هو اصغر لاعب بعد الكابتن احمد راض ان شاء الله. ابو حسين بعد عليك ها؟ ما شاء الله شنو؟ لا اعرف شويه. I think the training has been very good. I think the manager's got new ideas. And I think all the boys are trying to get all the information and put that on the show tomorrow. I think Qatar are a very good side, and I think we prepared well. I think we know their strengths and weaknesses, and hopefully tomorrow we can put them to the test. It's very good. I enjoyed it. You know, there's a lot of older serious experienced lads, and I'm learning from them. You know, the likes of Ali Adnan and Amjad and Bashar and Jalal. There's a lot of players that I can learn from. So it's been very good so far.